من داخل خيمة الخديوي أحيت بوسي سهرتها الرمضانية وسط تفاعل جمهورها اللي أعرب لها أيضاً عن إعجابه بشخصية سماحة اللي جسدتها خلال شهر رمضان في مسلسل الحساب يجمع. كعادتها بوسي أسعدت جمهورها في الحفل بعفويتها المتعارف عليها دائماً. بوسي حتى الآن محققة بصمة مميزة في مسلسل الحساب يجمع اللي بتشارك فيه مع يسرى واللي بتشوف إن المشاركة دي خطوة مهمة في مشوارها. شخصية يعني سماح الحمد لله لقيتها نجحت مع الناس والناس حابينها قوي الحمد لله، كنت خايفة من ده بس الحمد لله ربنا ما خذلنيش. الكواليس مع فنانة كبيرة بحجم يسرى بجد من أحلى الكواليس اللي عشتها في حياتي من ساعة ما مثلت لحد دلوقتي. فنانة بمعنى الكلمة، جميلة، دماغها خفيف، تحس إنك تعرفها من سنين. ردود فعل مميزة على مواقع السوشيال ميديا على شخصية سماح اللي بتلعبها في مسلسلها الجديد، وأبرزهم شيماء سيف اللي كتبت تستحق الأوسكار عن دورك في الحساب يجمع. شيبو دي قمر، شيماء سيف دي حبيبة قلبي، الناس كلها بتحبها وربنا يكرمها يا رب، جد ربنا ما يحرمني منها قوي عشان أنا بحبها وهي مجتهدة وتستاهل كل خير وهي اللي تستاهل الأوسكار مش أنا. احتفلت مؤخرا بوجود مليون متابع ليها على انستجرام. حته بقى السوشيال ميديا مثلا الانستجرام او السناب انا اللي بتعامل بيه بنفسي، لكن الفيس انا ماليش فيه خالص. انا برضو في التكنولوجيا دي مش واو يعني مش جامده، بس يعني الحمد لله بلاقي ردود فعل، كومنتات حلوه بتبسطني. بعد نجاحها في التجربة الأخيرة لها في التمثيل، بوسي خطواتها القادمة نحو الغناء فقط. احنا بنحضر حاجة إن شاء الله تنزل على العيد، بس لسه ما يعني فيش حاجة رسمي، بسمع كذا حاجة ولسه ما ركزتش على حاجة معينة.